في مبادرة بقى من ضمن المبادرات اللي تمت هنا في شمال سيناء غاية في الأهمية، وهي لدعم سيدات الروضة. جميعنا طبعا نتذكر هذا الحادث الإرهابي المؤسف اللي راح ضحيته هم بيصلوا الجمعة في مسجد الروضة. في مبادرات مهمة جدا قامت بها الدولة من أجل دعم سيدات الروضة، من أجل أن طبعا يقدروا أن هم يكونوا أسر منتجة، إعادة إحياء التراث مرة أخرى، شيء غاية في الأهمية، وكان من الأهمية بمكان أن يكون موجود بالفعل لسيدات الروضة. دلوقتي نروح نشوف تقرير عن دعم الدولة والمبادرات اللي عملتها لسيدات الروضة، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. احنا لسه موجودين في مدينة العريش في شمال سيناء، وبالتزامن مع اعياد تحرير سيناء. الحقيقة زي ما اتكلمنا قبل كده انه العيد المرة دي عيدين، مش بس عيد بالاحتفالات التقليدية اللي متعودين عليها، لكن كمان العيد هو عيد عن طريق التنمية، التنمية العمرانية، تنمية البنية التحتية، التنمية الخدمية، تنمية في جميع القطاعات سواء تعليمية او صحية او حتى ثقافية او حتى اجتماعية. دلوقتي انا موجود تحديدا في قرية الروضة اللي في شمال سيناء. الحقيقة ان قرية الروضة ليها طبيعة خاصة، يعني يمكن كلنا حضرنا وشفنا قرية الروضة ازاي عانت نويلات الارهاب، ولكن الحياة عادت لطبيعتها مرة تانية. لكن عشان تعود كمان الحياة لطبيعتها مرة تانية لازم تنمية الانسان واعادة احياء التراث السيناوي. الحقيقة ان احنا هنشوف دلوقتي مثال صغير عن تكاتف المجتمع المدني، وازاي اهالي سيناء واهالي الروضة قدروا يتكاتفوا، وان هما ازاي قدروا يرجعوا تاني التراث السيناوي، ولكن عن طريق ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع اهالي سيناء، وهنسمع منهم ازاي هما بيقدروا يصرفوا على نفسهم، وازاي يقدروا يعملوا منتجاتهم مرة تانية، وازاي كمان هيحاولوا يسوقوا لها مرة تانية. يلا بينا. بمجرد مرورك من قدام خيمة الحرف اليدوية في قرية الروضة هتلاقي لوحة فنية بألوان مبهجة متنوعة هتلفت انتباهك، ولما قربنا شوية لاحظنا سرعة وفن وحرفية سيدات الروضة في إنتاج السجاد والمفروشات الأرضية. نودي ورثنا عن أجداد جدادنا، ولما بنشتغل بضمير بصراحة، يعني بنطلع إيه؟ بنطلع الفن اللي في روسنا، وبنشتغل حرفة جميلة، وسبحان الله سبحان الله الحاجة بتاعت سينا بتتميز عن أي شغل من شغل اللي برا، لأن المرأة السينوية بتحب تعمل لها كيان لنفسها، وتحب إيه تجيب دخل برضو، ما تقعدش برضو زي أي ست يعني تقعد كده بس في البيت وخلاص، لا تشتغل برضو في بيتها، تطلع إيراد لنفسها وتطلع إيراد لعيالها، وشغل السيناوي ده سبحان الله بيتميز غير أي شغل تاني. سجاد سيناوي نعمله ونفرشه نقعد عليه. والله أنا عمي بتعمله وستي بتعمله، وبرضك الجمعية ساعدتنا فيه، أدتنا فكرة أكتر. إحنا بنعمل كده درجمة، وده مدد نسيج، ده يختلف عن ده، أيوة ده فكرته أتقل من ده. أهالي القرية بيتم تدريبهم وتجهيزهم وتعليمهم بهدف إعادة إحياء التراث السيناوي، وكمان عشان يخرجوا بمنتجات تكون مصدر دخل ليهم ولأطفالهم عن طريق مبادرة صنع بأيادي سيدات الروضة. احنا هدفنا ان احنا ندي للسيدات حرفة تقدر بيها تعيل للبيت وتعيل تساعد طبعا في المعيشة مع زوجها وتشيل اولادها. يعني احنا بنعمل لها دعم ان احنا بنديها ورش ريادة اعمال الاول عشان تقدر تحدد مشروعها اللي هي تختاره، وبعد كده بنديهم مشروعات حرفية، بنجيب مدربين مختصين وبنعلمها الحرفة المعينة اللي هي اختارتها مثلا، وبنبدأ بعد كده بندعمها ان احنا بنديها في نهاية كل ورشة سواء خامات، وبنديها مثلا زي مثلا الكليم، فاحنا بنديها النول نفسه عشان تقدر هي في البيت تدير المشروع وتطلع فيه دخل لاولادها. بالنسبه للكليم فقط احنا دربنا 100 سيده، منهم 40 سيده فقط في الروضه، في قريه الروضه، والباقيين متوزعين ما بين الوسط سينا في قريه نخل، وبين قريه الروضه في الشيخ زويد، وقريه ابو طويله في الشيخ زويد. ده فقط في الكليم، لكن احنا كجمعيه التدريبات عندنا متنوعه ما بين الكليم وما بين الخياطه، ما بين تطريز، ما بين اكسسوار وجلود، ما بين العجوه وتغليفتها، ما بين الاسماك وتغليف الاسماك وازاي تقدر تقطع الاسماك حتى بشكل يلاقي اعجاب الجمهور. فدي الورش متنوعه. احنا بنبدا برياده الاعمال، واحنا عندنا مخصص 24 ورشه رياده اعمال بعدد كل ورشه 30 سيده باجمالي 720 متدربه. التسويق للمنتجات ده بيبقى عن طريقين، يا اما لو السيده تقدر هي تسوق بنفسها عن طريق سواء بقى النت او انها تنزل بالمنتج نفسه السوق وتسوقه، يا اما عن طريق انا شخصيا ان هي باخد منتجات السيدات دي وبنزل بيها معارض
زي معارض ديارنا مثلا، احنا اخر حاجه كان معرض ديارنا ونزلنا فعلا بمنتجات السيدات وقدرنا الحمد لله نحقق دخل حلو او بيع حلو ليهم. فده يا اما عن طريق بقى يا اما عن طريق بنعمل تشبيك بين المؤسسات المجتمع المدني والقرية نفسها وأهالي القرية. يعني زي جمعية الجورة كده جت لقرية الروضة وعملت مشروع هنا ودربت السيدات على الكليم، زي جمعية الأرمان، زي جمعية مصر الخير، كل المؤسسات الكبيرة دي جت الجمعية وقدمت دعم للسيدات بحيث ان هي يبقى عندها، هم عندهم حرفة يدوية، بس هذه المؤسسات بتسعى لتطوير هذه الحرف وتطوير المنتج وتجويده بحيث ان هو لما ينزل للسوق يبقى متفرد بالجودة بتاعته، وخاصة ان ده منتج هاند ميد، فيعني قيمته العالية موجودة فيه. فكل دي حاجات كنا وما زلنا بننزل للقرية وبندعم السيدات. أهالي قرية الروضة اللي عانوا من ويلات الإرهاب بعد ما فقدت القرية معظم رجالها من 6 سنين، لكن الحياة رجعت لطبيعتها ما بين أمن وأمان واستقرار وتعاون مستمر بين الحكومة ومنظمات العمل المدني للارتقاء بحياة أهالي شمال سيناء ثقافياً واقتصادياً. يمكن زميل عزيز محمد الشاذلي خدنا لتاريخ مؤلم جدا، التاريخ تحديدا كان 24 نوفمبر 2017، تاريخ مؤلم بكل المقاييس. صلاة الجمعة، رجال القرية واخدين أولادهم رايحين يصلوا صلاة الجمعة، هجموهم مجموعة تكفيرية يعني منتهى الرخص والخسة والجبروت والجحود، مفيش كافر حتى ممكن يعملها، مستحيل. هجموهم هما بيصلوا صلاة الجمعة في محراب المسجد، متخيلين الخسة، مدى الخسة كان واصل لفين؟ لكن على قد ما كان هذا التاريخ مؤلم الحقيقة، لكن هذا التقرير يعني مبهج، أثلج صدورنا بالزبط. فعلا احنا أثبتنا انه احنا ما بننساش ولادنا، مصر عمرها ما بتنسى أولادها. شفنا اللي حصل، كان التعمير ده أبسط رد، وده الرد اللي جه بعد القضاء على هؤلاء التكفيرين وعلى بؤرهم الإرهابية وتدميرها بالكامل. مصطفى، باخد من كلامك برضو ان فاكر كويس قوي ان قال ان هم قضوا على رجال القريه كاملين، كانوا حوالي 300 شخص. صدمه، كانت صدمه. انا فاكره التاريخ يعني كويس جدا، يعني فاكره القريه يعني 300 شخص، يبقى يعني والتهمه ان هم كانوا بيتعاونوا مع الجيش والشرطه، معقوله في الصلاه؟ لكن النهارده لما نشوف ان الدوله علشان ترد الجميل لهذه القريه عملت هذا المشروع، وايد مصر اللي كان زمان بيتهموها ان احنا العاصمه بس المركزيه ومركزيه العاصمه امتدت بعيدا الى الحدود الى هذه القريه من اجل تطويرها ومن اجل اعمارها.